عايز اختم بخبر يتعلق بالتعيين في اللي هو العمل بالحصص في وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم عندها عجز شديد جدا في المدرسين، فقالت هتستعين ببعض الشباب للتدريس، وادت قالت الحصة هتبقى بعشرين جنيه. 20 جنيه في أربع في كم حصة شباب قلنا في الأسبوع؟ 24 حصة. 24 حصة يعني أنت بتتكلم في 100 حصة في الشهر. ده الحد الأقصى. يعني الشاب اللي هيروح يدرس أو الأستاذة هتاخد 1920 جنيه. ده الحد الأقصى للدروس. الوزارة بتقول لك ده هيكون ده اتفاق. المعلومة دي مهمة عشان حركوا برضو ما تتصلوش. الوزارة بتقول لك ده غير ملزم ليا ان انا اعينك بعد كده. يعني انا عندي عجز بتفق معاك بالقطعة، تعال درس وخد العشرين جنيه في الحصة. طبعا مش بديها لك في نهاية كل حصة، بجمع لك كل ده في نهاية الشهر، بس الحد الاقصى هتعمل 1920 جنيه. لكن بتقول لك ده غير ملزم بالنسبة لي في التعيين، لأن ده من باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. عشان أنا عارف حضراتكم، أنا عارف الظروف صعبة والناس بتبحث عن أي خرم إبرة للعمل، لكن كلام وزارة التربية والتعليم واضح. إذا ارتضيت أن تعمل، وهو عمل شريف طبعا ومحترم كويس جدا، لكن لن يتم تعيينك، أو الوزارة غير ملزمة بتعيينك. أعود كما بدأت للدعاء اللي بدأت بيه حلقتي. اللهم احفظ مصر شعبا وجيشا ونيلا من كل سوء. اللهم أمين. مصر قوية وقادرة.